السلام عليكم أخواني وطلابي الأعزاء، اليوم إن شاء الله نبدأ بأول محاضرة بمحاضرات الأورال سيرجري، وهي الدياغنوسيس إن أورال سيرجري. طبعا هاي واحدة من المحاضرات اللي جدا مهمة، واللي نعتبرها الأساس الرئيسي لبقية المحاضرات صف ثالث بالأورال سيرجري. الأورال دياغنوستيز اللي هو إنه تستخدم أنت هاي الخطوات الموجودة قبالك حتى تقدر توصل للتشخيص الصحيح، وحتى تقدر تميز مرض عن مرض ثاني. أو it is use of scientific knowledge، يعني المعرفة العلمية for identifying oral disease and for distinguished disease from another. The diagnostic tools or the diagnostic process involve the following steps. هاي الستيبس اللي اخر شيء توصل للدياغنوسيس، ومثل ما وصل الدياغنوسيس راح توصل للتريتمنت بلان، للخطوات. من توصل التشخيص راح تقدر تستخدم الخطوات العلاجيه، ومن ثم من تستخدم الخطوات العلاجيه تقدر تستخدم الفولو اب الصحيح للمريض مالتك. زين، الهيستوري. اول ما نقطه هي بالاورال دياغنوسيس هي هيستوري تيكنيك. الهيستوري يشمل انه تاخذ من المريض دينتال وميديكال هيستوري. شنو الفائده؟ وات ار ذا اوبجيكتيف اوف تيكينج هيستوري؟ اول شيء انه ات از ليجل دوكيومنتيشن، توثيق لك انه مريض مثلا عنده ضغط، ما قايل لك انا عندي ضغط، وممكن انه انت العمل مالتك سبب له ارتفاع الضغط، فانت عندك ليجل دوكيومنتيشن انه انت سال المريض وما موثق هذا الشيء لانه المريض ما قايل لك. فاذا انه it is legal documentation كلش مهم، اضافه الى انه يعطيك انطباع على البيشنت حول صحته العامه، لانه ممكن انه انت عن طريق الصحه العامه ممكن يصير عندك modifying بالتريتمنت، يعني تغير بالعلاج. اضافه الى ذلك انه يعطيك معلومات عن الباست ميديكال هيستوري والبريزنت ميديكال هيستوري، باست دينتال هيستوري، بريزنت دينتال هيستوري، يعطيك معلومات عامه عن المريض. يعني مثلا ممكن انه هذا يجيك مريض مثلا يقول لك دكتور انا مثلا اخذ اسبرين او اخذ وارفرين اللي هي كلها مسيلات دم، اللي هي ممكن تسوي لك بليدنج افتر اكستراكشن، والمريض يسوي لك اكستراكشن. فعن طريق انه انت من خذت ميديكال هيستوري وفهمت الدراج اللي ياخذها وفهمت الهيستوري مالته مال ديزيز، فراح تقول له مثلا يابا يا فلان انه ما ممكن انه راح نسوي لك اكستراكشن اليوم، راح نسوي لك ريليفنج البين ولازم نوقف العلاج مالتك، وبعدين لازم يلا نسوي اكستراكشن. فاذا الهيستوري انطاك ليجل دوكيومنتيشن وطاك معلومه عن البريزنت ميديكال هيستوري وغير لك بطريقه العلاج. اضافه الى انه ذلك انه انت ينطيك علاقه وطيده بالمريض، بحيث انه المريض راح يحكي لك ما في داخله، ما من شنو يعاني المريض، وبالتالي انه تتوطد العلاقه، المريض يبدا يطمئن للطبيب، خصوصا اذا الطبيب انطاه شنو شلون ياخذ هيستوري، خصوصا اذا انه تشجع المريض انه يحكي لك المعاناه مالتك بكلمات الخاصه. يعني تقاطع المريض، خليه انه يحكي اللي بداخله، هذا راح يزيد العلاقه، يوطد العلاقه، اضافه الى انه راح يساعدك انه توصل للتشخيص اللي ببالك. مثلا يقول لك يجيك دكتور يقول لك دكتور والله الباحه اني ما نمت للصبح، واجاني فلان وقال لي فلان شيء، اخر شيء دكتور اجيت وحطيت جرونفول بالمكان ما تسن، تعرف انه هاي اكيوت والبايتس. فلا تقاطع المريض. اضافه الى ذلك خلال الهيستوري افويد ليدنج كويشن، يعني لا تظل تسال من صار عندك فلان شيء، لانه وايد من المرضى يقول لك نعم دكتور اي صار عندي فلان شيء، اي عندي فلان شيء، فهذا ممكن ليدنج كويشن انه ممكن تغير لك وتوقعك في اخطاء بالدياجنوسيس. اضافه الى ذلك انه لا تعتمد على التشخيص الاطباء البقيه، يعني مثلا طبيب مثلا قايل له مثلا هذا سيستيك ليجن، هو ماكو سيستيك ليجن، فانت ما تعتمد على هذا الطبيب، لا تيجي عندك باست بريزنت دنتال هيستوري بيشنت تشيف كومبلين وخلاص تعطي توصل للتشخيص. اضافه ذلك انه تعطي وقت كافي للمريض على مود يحكي لك حجم المعاناه مالته. طبعا البيشنت هيستوري عرفنا انه شنو فائده الهيستوري والخطوات المهمه بالهيستوري. هسه راح منين يتكون الهيستوري، تمام؟ هاي منين يتكون الهيستوري اللي هو اولا بيرسونال هيستوري، ثاني تشيف كومبلين، ثالث هيستوري والى اخره. هسه نستعرضها ونقطه نقطه. البيشنت هيستوري
اول شيء البيشنت هيستوري انه تاخذ معلومات. طبعا اي واحد من عندكم ممكن ياخذ كيس شيت وهي موجوده في العيادات ويمكن يطلع على هاي المعلومات الموجوده. اول شيء تاخذ معلومات على عمر المريض، الجندر مالته، الادريس مالته، العنوان، تليفون نمبر، ومعلومات عن المهنه. ليش الايج؟ لانه اكو مثلا بعض الديزيز تصير بعمر معين، تمام؟ مثل واحد يجيك 17 سنه يعني من النادر انه يكون هايبرتنسيف، تمام؟ فهذا الهايبرتنسيف هو يعني ديزيز اوف ميدل اور يعني اولدر ايج اور اولد ايج، يعني ما يصير بال يعني يونج بيرسون. او واحد يجيك مثل عمره 15 سنه او 13 سنه يقول لك انا مثلا عندي ضغط، هذا غير ممكن. سكس مثلا ميل او فيميل، مثلا هيموفيليا يصير اكثر شيء بالميل، ما يصير بالفيميل، تمام؟ اضافه للريس، العرق مالته مثلا بلاك، دائما مثلا يجيك سوالينج، دول اللي يعني العرق الاسود، زين البلاك مان او بلاك وومن، هذول عاده اذا يجيك سوالينج، خصوصا اذا سوالينج بالبون، تتوقع انه شنو سرعتهم بيركت لنفوما، هذا ديزيز يصير عند دول الرئيس. اضافه الى معلومات عن الاوكوبيشن، من عن طريق الاوكوبيشن اول أو شيء تعرف معلومات على السوشيو ايكونوميك ليفل مالت المريض، وهاي النقطه مهمه. اضافه الى بعض الديزيز تتاثر منها، مثلا واحد يجيك يقول لك اشتغل دكتور اني في مراكز البتروكيماويات، هذول اكثر شيء معرضين لكثير من الديزيز، الاسماتيك ديزيز، الالرجيك رياكشن، الالرجي، اضافه ذلك انه ممكن في بعض الاحيان مالجنت ديزيز نخليها ببالنا. فالاوكوبيشن تعطيك معلومات عن الديزيز اللي تاثر بالمريض، واكو بيهم مثلا يشتغلون في مناطق حساسه تشوفها انه هيفي سموكر هذا المريض، فاذا الاوكوبيشن كلش تتدخل انه تعرف السوشيو ايكونوميك ليفل، اضافه الى انه الاوكوبيشن اكو سم ديزيز اسوشيتد وذ سم تايبس اوف اوكوبيشن. اضافه ذلك انه هاي المعلومات العامه عن المريض والعنوان مالته انه تحفظ لك التواصل مع المريض، انه ممكن تتواصل مع المريض، تعطيه بعض الانستراكشن، تعطيه بعض التعليمات، يعني تقدر تسوي فولو اب ومتابعه للمريض. التشيف كومبلين اذا نسوي شيء زين بيرسونال هيستوري، هسه نجي التشيف كومبلين از ذا بيشنت اونورد، يعني التشيف كومبلين يجي المريض يقول لك السبب الرئيسي مالت الزياره بلسانه هو او بكلماته هو is the patient onwards، تمام؟ زين يعني يجيك دكتور الم، شنو يا ابا انت ليش جاي اليوم لزياره طبيب اسنان؟ دكتور الم ومرم، ما اقدر احكي، عندي خدر، عندي طقطقه، انزف. فاذا انه chief complaint هي السبب الرئيسي لزياره طبيب الاسنان وتكون هي البيشنت onwards. History of Pulmonary Illness اللي هي قصة المريض، يحكي لك القصة بريفلي، دكتور الباحة صار عندي ألم بالليل واضطريت أروح للصيدلية واضطريت أنه أخذ علاج وبعدين هذا العلاج ما فادني ورجعت من جديد، يعني تعرف معلومات عن المريض بقصة بسيطة حول Chief Complaint والHistory مال Pulmonary Illness، يعني هو القصة المريض is the story of the patient. If the chief complaint is pain, we must ask the patient about the following, or we must ask the patient the following questions. هاي الأسئلة اللي لازم نسأل بها المريض. أول شيء السايت مالت البين، وين مكان الألم؟ هذا أول سؤال راح نسأله. بعدين نسأل المريض duration of pain، إيش قد صار للألم؟ يوم، يومين، أسبوع، شهر. إذا كان فترة قليلة فهو acute stage، يعني بحالة يعني الحادة. إذا هو مثلا لا ألم مثلا صار أشهر فهو هذا chronic stage. إضافة إلى ذلك الراديشن، هواي patient يعني السبب مثلا واي مريض يجيك للعيادة يقول لك دكتور أكو ألم بأذاني، وهذا الألم رحت راجع الطبيب أذن أنف وحنجرة وقال لي أذانك ما بيفش شيء. فأنا نعرف انه ممكن الالم بالاير ايريك ممكن يكون the cause of pain either it is the ear itself either it is radiating pain from third molar pericoronitis or podicarius third molar، عاده يصير radiation من third molar من للاير، or it is a TMJ pain يعني مشكله بالمفصل مالت الاذن. فهذني ثلاث شغلات ممكن لازم تستطرد ذا. قال لك المريض ما عندي طبيب اذن ادفع حنجره، قال ما عندي فد شيء، فاذا هو اما عنده سنعاقل او عنده مشكله بالمفصل. فالراديشن مرات مال بين كلش مهم تعرف حتى تعرف الكوز، لان مرات المريض يروح على السايت
وما ممكن هو سبب الالم مو السايت نفسه، لا هو ممكن انه صار راديشن للالم. زين كاركترستيك اوف بين، راديشن يعني يصير الالم في منطقه قريبه المنطقه اخرى بالاناتومي، تمام؟ يعني مثل الثيرد مولر قريب لمن؟ للاير. زين كاركترستيك اوف بين، خواص الالم، خواص الالم. الالم may be described according to the severity، اما يكون مايلد الم بسيط او يكون مودريت او يكون سيفير بين. Also the pain may be classified according to the intensity، شدة. Either it is dull pain or it is sharp pain or may be classified as it is continuous pain، زين، or إنه شنو يكون intermittent according to persistence. Also the pain is classified according to the throbbing، يعني نابض ينبض، يعني معناها أكو مشكلة إنه أكو blood vessel لها علاقة. مثلا مرات المريض اللي عنده صداع يقول لك اكو عندي احس نبض شو اسمه براسي، فشي يدق براسي. او انه مثلا الاكيوت بالبايتس انه نقول it is a throbbing pain. ليش throbbing pain؟ لان نعرف انه النيرف كل شيء يغذي بلاد فيزل، الفيزل نفسه يغذي بلاد فيزل اخر شو نسميه فازو فازورا، العصب كذلك هم يغذي بلاد فيزل، كل شيء بالدنيا لازم يوصل له دم، شو نسمي فازو نرفورم. فهاي من يصير عندك بالبايتس شو يزداد البلد سبلاي، فهذا يضغط على العصب فيحس انه الالم انه كالم، يقول لك دكتور الم عصب، فهذا يعني انه اكو بلد سبلاي. ثروبينج يعني اكو بلد اكو يعني بلد فيزل لها علاقه بموضوع الالم، تمام؟ ثروبينج او اتز شنو لانسينيتينج اور ستابينج، يعني يقول لك دكتور وكانه سكينه تدق بقلبي او تدق بمكان. هاي مثلا شنو ترايجيمينال نيورالجيا، شنو التهاب العصب الخامس، هذا يكون لانسينيتينج بين، تمام؟ مثال على هاي الكاركترستيك اوف بين هي الاكيوت بالبايتس. شو يكون البين؟ ثروبينج. ليش؟ لان البلاد فيزل لها علاقه شارب انتنسيتي شارب ان شنو سيفير. اما البين مال الكرونيك بالبايتس شو يكون؟ بين از شنو ممكن از دال، تمام؟ ان انترميتنت ان انترميتد، تمام؟ وهكذا. مثلا بريدنتايتس شو يكون؟ يكون دال انترميتد بين، زين. الكوز مالته شنو؟ ديورنج ميل اللي هسه راح نشوفه تايم اوف بين. بالبال بين يكون عاده بالنايت، والبريدونتال بين يجيك شنو بالميل تايم، يعني اثناء الاكل. يقول لك دكتور والله من اكل لك ويصير عندي الم، هاي بريدونتال. اما اذا كان نايم بالليل وقعد من الالم فهاي شنو؟ بالبال بين. شنو الاسباب اللي تسبب الالم؟ هل هي حرارة؟ هل هي برودة؟ أول هو أكل، هاي كلها مهمة. The presence of other symptoms، يعني إنه البين مثلا المريض يقول لك دكتور أني يومين تألمت بعدين تورمت وراها هسه أكو خدر عندي بالمكان، إذن البين أكو يا بارستيزيا، فنعرف إنه ممكن إنه صار عندنا بص بالمكان وضغط على النيرف، أو إنه ممكن صار فيكشن، ممكن يعني infection هو نفسه بص سوري، او انه ممكن صارت انه التهاب بالبون اوستيومايلايتس، او صار سيكوستريشن بالعظم، يعني بدا العظم عندنا يتنخر الى اخره. فاذا لازم نعرف الاسوشيتد سيبتوم، لان هاي بالنسبه لي كلش مهمه. اذا ذا فاكتورز بيرسيبيتيتنج بين، شنو اللي رايحه وشنو الريليفينج فاكتور؟ يقول لك دكتور والله الم اني من اشرب مي بارد يبدي عندي الالم وما يوقف، اضطر اخليه انه ريليفينج فاكتور، اضطر اخذ مسكن الام، اذا هو ريليفينج فاكتور، او اضطر ادق براسيتول واخليه بال 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 بالمكان مالت التوث، او اضطر مثلا اخلي كرونفول بالمكان. فاذا لازم نعرف البرسبتيتنج فاكتور والريليفينج فاكتور. هاي يا طلاب كلش مهم انه بالكيس شيت انه تنكتب الفلونج كويشنز هاي اباوت بين، كلش مهم انه نذكرها وكلش مهم انه نكتبها. باز دينتال هيستوري، الدينتال هيستوري هاي لحد الان احنا بدنا نحكي بشنو الكومبوننت اوف هيستوري. باز دينتال هيستوري المره راجع اطباء الاسنان شنو سووا له، شنو الكومبليكيشن صارت السابقه، وكذلك شنو الاكس رايز القديمه اللي اخذها، هاي كلها تفيدنا بالدياجنوسيس. الميديكال هيستوري اند سيستميك ريفيو، طبعا الميديكال هيستوري كلش مهم، وببعض الاحيان انه اكو ديزيز لها اورال مانيفيستيشن مثلا لنفوما
مثل يوكيميا، مثل ايدز. تقدرون تقول مثلا هاي نلقى هايبر بلاستيك جنجيفا، يعني تورم بالجنجيفا، نلقى ماس بالاورال كافيتي، نلقى جنجيفايتس وسيفير وبليدنج. هاي الايدز او اليوكيميا او الليمفوما هاي تسبب هذه الديزيز. زين، باست ميديكال هيستوري اللي ناخذه من المريض، ياب عندك امراض سابقه، عندك امراض ولاديه داخل المستشفى قبل، صار عندك جلطه دماغيه، صار عندك جلطه قلبيه، شنو حساسيتك من العلاج، شنو الحوادث اللي تعرضت لها، هاي كلها مهمه بالباست ميديكال هيستوري انه ناخذه من المريض، لانه هذا ممكن موديفاينج للتريتمنت. وراش نجي سيستميك ريفيو. سيستم ونساله، احنا ببساطه نقدر نسال المريض هل انه صحتك العامه زينه، يقول لك دكتور انا ما عندي فشي، فتكتب بالكيس شيت نو هيستوري اوف سيستميك ديز، او يقول لك انا ديابيتك فتكتب دي ام، او يقول لك يابا انا عندي رينال ترانسبلانت فضمن الكيدني ديزيز تكتب شنو رينال ترانسبلانت، او يقول لك مثلا اني عندي مثلا قسطره مسوي كارديا كاترترايزيشن، او يعني مثلا انا مسوي بروستاتيك هارت فال فتحطها يم كارديو فاسكولار سيستم، او يقول لك انا سي في اي والى اخره. فاذا تاخذ سيستميك ريفيو معلومات مهمه حول السيستم والجنرال كونديشن مالت البيشنت. طبعا بعض التعاريف المهمه انه طبعا اكيد اكو شيء مهم انه الفايتال ساين مهمه تاخذها، الفعاليات الحيويه انه ناخذ البلاد بريشر مالته مثلا اذا كان هو مثلا عنده مثلا مشكله انه مثلا ديابيتيك او انه مثلا هايبرتنسيف، ناخذ بلاد بريشر. كلمه فايتال ساينس هي انه ناخذ بلاد بريشر، بلس ريت، وتمبرتشر مالته، ريسبيراتوري ريت. طبعا هاي ايضا هاي فايتال ساين، هاي في التور خصوصا اذا كان ماكسيلو فيشل او اي سيرجيكال برانش. فاذا اي مريض من تجي للطبله مالته لازم تشوف الفايتال ساين. كلمة الفايتال ساين الفعاليات الحيوية أول شيء تجي تسأل عليها إنه ياب الضغط ما تجقد، البلس رايت ريت ما تجقد، نسبة ساتوريشن مال الأكسجين تجقد، حرارة تجقد، هاي كلش مهمة. طبعا أكو بعض الديفينيشن هي ساين والسيبتوم. الساين هو العلام الأبنورمال برزنتيشن، يعني يجيك مثل مريض واحد مرة فالطبيب هذا شنو شاهده، هاي يسموه ساين. سوالين ساين وباير بين سيبتومز، بين انت ما تقدر تشوفه، لا المريض اللي هو يحسه. فاذا الشغله اللي يشعر بها المريض نسميها سيبتوم، الشغله اللي يشوفها الطبيب اللي هي ساين. فاميلي هيستوري، طبعا الفاميلي هيستوري مهم انه اخاف اكو امراض بالعائله مثل اسمه، مثل كونجنيتال انوميليز، مثل الكارديو فاسكولار ديزيز. زين، هاي كلش مهمه. مثلا الهيموفيليا، هاي لازم نعرف معلومات عن العائله والهيستوري الموجوده بالعائله، دي ام ايضا. واخر شيء البيرسونال والسوشيال هابتس، مثل المريض هو ادكت يعني ياخذ علاجات معينه وادكت عليها. زين، خصوصا دول اللي ياخذون ماو انهبيتر، يعني الماو انهبيتر يعني اللي ادويه مال العلاجات النفسيه، فهذول مثلا لازم نستخدم لهم فتايب مال لوكال انستيزيا، هاي بعدين ناخذها بالمحاضرات القادمه. او مريض سموكينج، هذا المريض سموكينج اما يعني انستيزيا ما ياخذ بشكل سلس، هاي البيرسون سوشيال هابت نقدر نعطينا انطباع على حجم العمل اللي نطلبه، على تايب اوف انستيزيا، على ممكن الكومبليكيشن اللي تصير عندنا بعد العمل. زين، ورا ما اخذنا هيستوري بشكل صح واخذنا بيشنت هيستوري وقلنا كومبوننت اوف بيشنت هيستوري وكيف ناخذ هيستوري من المريض، هسه نجي للكلينيكال اكزامينيشن. ورا ما كملنا هيستوري نجي نفحص المريض. طبعا الادوات اللي تحتاج انت دائما شنو؟ ميرور وبروب وتويزر، هاي الادوات اللي نحتاجها. طبعا عندنا فور روتين بروسيجر، فور روتين سوري بروسيجرز اوف كلينيكال اكزامينيشن اند دنتال ابراكشن and dental practice we have inspection، يعني palpation percussion auscultation. زين، inspection يعني نباوع على المريض، inspection اما انترا اورال واكسترا اورال، نباوع على المريض. اول شيء نشوف لون بشرته، لون وجهه. مرات مثل patient pale، شوف وجهه اصفر، يا انت ليش وجهك اصفر؟ يقول لك مثل اني عندي فقر دم، عندي امراض وراثيه، عندي مشكله بالقلب، عندي ابصفار الى اخره، هاي كلش مهمه. زين، اضافه لذلك نشوف الفيشال ابييرنس، فيشال سيمتري، نشوف مثلا نشوف يابا انت ليش مرم. مثلا هو يجي يقول لك دكتور اكو عندي مثلا الم بالجهه اليمنى، وتباوع الجهه اليسرى اكو ورم بيها،
يا بتي ليش يمرون بالجهه اليسرى؟ يقول لك دكتور والله هاي الجهه اليسرى من زمان مرمى، فاذا انت اكيد لازم تعالج السبتوم مالت المريض اي ال بين، بس لازم شنو؟ تعرف انه اكو عندك سولنج بالجهه الثانيه، لازم تطلع على هذا السولنج ولازم تنبه المريض على هذا السولنج. او مثلا مرات يجيك مريض دينتال امبلانت، يعني مثلا مره في بعض الاحيان يجيك مريض مثلا للابر دينتال امبلانت وتباوع اكو سولنج باللهب. يابا هذا السولنج ليش موجود عندك؟ قلت دكتور والله السولنج قليل ولا تطلع لك سيستيك ليجن، فما معقول انه انت تسوي الامبلانت الابر وعنده سيستيك ليجن بالاور. زين كورنيا سكارينج طبعا مهمه انه هاي البيل والكذا يعني الكلر مالت البيشنت نشوفه عن طريق الكورنيا وعن طريق الكونجكتايفا. ايليتوسيس مثلا خصوصا دول متعرضين سي في اي الحوادث مشاكل بالدماغ صار عندهم توسيس انه يصير يعني الحاجب مالتهم او العين مالتهم تشوف الابر ايليد نازل على العين، هذا توسيس. ليش؟ لان يعني هذا اكو عندهم انجري مرات الاوكولوموتور نير، فتعرف انه شنو؟ انه عنده فد مشكله، يعني مشكله لازم يعني تتاكد من الصحه العامه مالت المريض. بالبيشن البنت بالبيشن مثل واحد يعني الجنرال فيزيشن كلمه بالبيشن انه شنو؟ شو اسمه يوز فينجر تيبس زين اور يوز هاندز اور فينجر تيبس شنو فور فيلينج لامبس اور فيلينج ابدومين اور فيلينج فلكتشوانت سوالينج، يعني يجيب عن طريق اصابع مالته ويتحسس البطن المريض يتحسس الماس. هاي البالبيشن يعطي معلومات حول سطح الماس حول الدايمنشن حول الكونسستنسي هل هي سوليد هل هي هارد او ستوني هارد او ات از فلكتشوانت، تعطيها معلومات حول التمبرتشر. اضافه الى ذلك انه اثناء هذا يشعر المريض بالفحص مالتنا بالبيشن ان دينتستري مين بروبينج. اما بالدينتستري احنا ما عندنا انه نجي نفحص اصابعنا نجي نفحص الفم، لا بروبينج انه نستخدم هذا البروب ونفحص التيث ونفحص الكاريز ونفحص انه خاف عندنا بوكيت خاف عندنا شنو عندنا شنو توث هو بازلي كاريس، فبالبيشن ان دينتستري مين شنو بروبينج. بيركشن انه الهاندل مالت المرر ونحاول نسوي سترايكينج للتوث حتى نشوف انه اذا اكو تندرنس اذا تجينا ابنورمال ساوند، واخر شيء اسكولتيشن انه نجيب السماعه ونجي نسمع انه في بعض الاحيان سولنج خصوصا الفاسكولار مال فورميشن. زين هاي نقدر نسمع فت اصوات يسموها بروي فت اصوات معينه، هاي مستقبلا ان شاء الله ناخذها في الـ يعني السنين القادمه في كليه طب الاسنان. نجي هسه للكلينيكال اكزامينيشن، فاذا التولز مالتنا فور كلينيكال اكزامينيشن شنو؟ المرار والبروب والتوزر. وي هاف اكسترا اورال اكزامينيشن اند انترا اورال اكزامينيشن. بالنسبه للاكسترا اورال اكزامينيشن شنو نشوف؟ نشوف السيمتري مالت المريض، نشوف فيشال سيمتري، نشوف الكلر مالت شو اسمه، نشوف نفحص الاي مالته شنو؟ نجي نفحص التي ام جي مالته، نفحص الساليفر جلاند، الباروتيد، سب مانديبولار. اهم نقطه شنو نفحص؟ نفحص الليف نود، نفحص اذا الثايرويد جلاند، نفحص السبمنتال ريجين، نفحص اف ذير از اني لامب اور سوالينج موجوده بي ان اك. هذا الاكسترا اورال اكزامينيشن. اهم شيء احنا الدنتست نفحص التي ام جي ونفحص شنو؟ نفحص الليف نود، اخاف عندنا ليف نود سوالينج و اور ليف ادينوباثي. الانترا اورال اكزامينيشن نفحص نشوف السلايفا، نفحص الماوث اوبننج اهم شيء، نفحص الساليفر جلاند، نفحص التيث الموجوده، نشوف الاكلوجن مالت المريض. يعني هاي اغلب يعني هذا فد بريفلي اباوت الاورال اكزامينيشن. اهم شغله شنو؟ نفحص الجنجيفا، نشوف الجنجيفا، نشوف التيث، الشغله اللي علاقه بالدنتال اكزامينيشن، نفحص السلايفا، نفحص التايب اوف اكلوجن ونفحص الماوث اوبننج كلش مهمه. الجنجيفا الجنجيفا عادة هي تكون ستيبلنج جنجيفا وتكون بينك ان كلر. في بعض الاحيان اذا ابنورمال بيجمنتيشن عندنا، اذا ما في بعض الاحيان نشوف مثلا جيفال هايبر اتروفي. طبعا جيفال هايتروفي شيء قلنا بعض الديزيز لها مانيفستيشن مثل نيوكيميا مثل شنو الليمفوما، فنشوف بها جيفال اتروفي هايبر اتروفي سوري. او في بعض الاحيان المريض اذا ياخذ فينايتوين زين او مثلا ياخذ كاربامازيبين او تيجريتول
ذول الجماعات الانتي ابليبتيك فنشوف اكو عندهم جنجايفال هايبر اتروفي. اللبس نفحص اللبس نشوف انه هل اكو ابنورماليتي موجوده باللبس، هل اكو سوالينج، نيجي بعدين نشوف السلايفه، هل انه المريض نشوف مثلا انكريز ان سالفري، يقول لك اكو بعض المرضى يقول لك انكريز سالفري سكريشن، عاده هذا الانكريز موست بي ديو تو شنو شغله نفسيه سايكاتريك بروبلم، او نشوف اكزيروستومي. اكزيروستومي اما سببها تمبراري بسبب انه قله شرب الماء ديهايدريشن او انكزايتي، تشوف المريض مثلا خايف زين، او انه بيرمننت بسبب انه بعض الميديكال ديزيز مثل الدي ام نشوف انه قله باللعاب الموجود. اضافه لذلك نفحص انه فتحه الفم، عاده فتحه الفم تكون ثلاث اصابع 35 الى 45 مليم، اذا ليميتد ماوث اوبننج لازم نشوف شنو سبب الليميتيشن، ولانه هاي ممكن في بعض الاحيان تغير لنا موديفاينج اور تريتمنت بلان. وراء نفحص السالفري جلاند، نفحص التانج، نفحص الدكت اوف سالفري جلاند، يعني هاي اغلب الانترا اورال اكزامينشن، يعني شنو موجود شيء بالفم، سوفت باليت، هارد باليت، اني لامب، اني سوالينج، اني ابنورماليتي موجوده بالاورال كافيتي، تشيك، ميوكوبوكال فولت، هاي كلها نفحصها بالانترا اورال اكزامينشن. وراها لما نوصل انفستيجيشن، اي كلمه انفستيجيشن بالدنيا يعني معناها تتكون تحاليل، اما عندنا تكون شنو لاب انفستيجيشن. لاب انفستيجيشن تتكون من السي بي سي يعني كومبليت بلاد كاونت، ممكن بلاد كيمستري اللي مثل رينال فانكشن تيست، ليفر فانكشن تيست، يعني الى اخره، الكلاين فوسفاتيز، سي رياكتيف بروتين، هاي هي لاب انفستيجيشن. مرات في بعض الاحيان نحتاجه، او مثل فيرولوجي تيست، تمام مريض يجيك مثلا بيل ان كلر تشوفه اصفر فتحتاج بعض الفحوصات قبل لا تسوي له شنو شاحب، شوف تسوي شو اسمه قبل لا تسوي له شنو قبل يعني تسوي له اي اجراء. بعد كلمه انفستيجيشن اللي هي ايميجينج. ايميجينج يعني شنو؟ يعني ممكن نحتاج الترا ساوند، ممكن نحتاج دينتال اكس راي اشعه، يعني ممكن نحتاج او بي جي اورثوبانتوموغرام او بانتوموغراف، يعني او بي جي يعني اشعه بانوراما، تمام. ممكن نحتاج بايت وينج تكنيك، محتاج ممكن نحتاج بي اي فيو ماندبل، ممكن نحتاج سي بي سي تي، ممكن نحتاج سي تي سكان، هاي هي الايميجينج. وبعد ضمن الانفستيجيشن شنو اللي هو انترفينشنال، اما في بعض الاحيان شنو نسوي اسبيريشن سحب زين، اللي هي مثلا ممكن باس معناها عندك انت شنو انفكتد سيست كيس ملتهب او عندك خراج، او في بعض الاحيان ستروك كلرد فلويد يعني يطلع لك فلويد شيء فد لونه يشبه لون السيرام يكون برتقالي، هذا يعني معناها انه عندك سيستيك ليجن كيس، او مرات انه بالاسبيريشن بالسحب شنو يطلع لك بلاد، فمعناها هاي فاسكولار ليجن او يعني هيموراجيك سيست، تمام. او مرات في ضمن الانترفينشنال بايوبسي، بايوبسي عندنا نوعين اما انسجنال او اكسجنال، هاي في فد معلومات عامه عن كلمه انفستيجيشن. بعد فيتاليتي تيست ضمن الانفستيجيشن عاده احنا بنستخدم اما الايثايل كلورايد حتى شنو نشوف الفيتاليتي بالتيست، او انه في بعض الاحيان هوت ابلكيشن نحط هوت جيتي بيركه نستخدمها بالاوبتريشن بالروت كانال، او مرات شنو نستخدم الكتريك بالب تيستر. هاي انفستيجيشن. فاذا الانفستيجيشن تتكون من لاب انفستيجيشن، وتتكون من الايميجينج، وتتكون من الانترفينشنال، وتتكون من شنو من الفيتاليتي تيست. ورا ما سوينا هاي كلها نقدر نوصل للتريتمنت بلان اللي حسب الخطوات السابقه من الهيستوري للكلينيكال اكزامينيشن للانفستيجيشن للكومبوننت مالت الهيستوري، اخذنا معلومات كامله قدرنا نسوي التريتمنت بلان، وهاي التريتمنت بلان نشرحها بشكل مبسط للمريض ونبدي وياه عملنا كأطباء أسنان وكأطباء وجه فكين أو كجراحي فم أو كبريودونتست وإلى آخره في مجالات طب الأسنان. شكرا لكم طلاب وشكرا لمتابعتكم، ونتمنى أنه تكون المحاضرة إن شاء الله واضحة ومفهومة.